الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ندوزانغو وإسلام وأفريقيا مشاريكي خطبيت يليو نيكو عنواني مفهوم العبادة. معنى يا إبادة كتك وزارة يا وقف يا مصري صفة زوت جيماني زمن زمونغو مولمنيزي ووالي منغورتي أنا يسمى كتك قرآن تكوفو إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. حقيقة مويزو مونغو نمولا وانغو نمولوينو بس موابدوني هندي جيا اليونيوكا نا نينا شهدية كوامبا هكونا مونغو أنا يستهيكي كو أبدوه كو هكي إسيبو كو مويزو مونغو بكياكي هانم شريكا نا نينا شهدية كوامبا ونويتو نمتوم ويتو محمد صلى الله عليه وسلم نمجا نمتوم واكي أيو نويزو مونغو أصالي نا أسليمو جواكي نا أباريكي جوا فاميلياكي نا مسحابة زاكي نا أتكاي وفواتك وويمك و حكا سيكي أماليبو نا أتكاي وفاتك ويمن بكا سيكي أماليبو. أما بعد دوغزانغو وإسلامو إبادة إنا أتكوفو نا درجة يجو كبيسة كواني إبادة نديو نلنغو كوبو أمبالو كو أجليكم نزمونغو أمي فو أمبا في أمبي أمبابو نزمونغو متكوفو أنا سيما كتك كتابو تشاكي متكوفو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سيكو أمبا مجيني ولا وندامو إسبكوا لينغو وفاني إبادة بيا أنا سما من زمكم تكوفو سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هاتكو بلكي أمتومي قبل ياكو إسبكوا تولم فنوليا وفنو كوا هكونا مولو وهكي إسبكوا ميمي بس أبدوني. إبادة ديو كازي كوبو يا مونادام كتيكا مايشا كتيكا مايشا كيوتي كواني حسن البصري مونغو أمرهيمو أنا سيما حكيكا مونزو مونغو هاجا يبا مدة ما تندو يا مواميني بلا يا كيفو مني كوزونغاتي كتيكا شريك إسلامو أتاكوتا كوامبا مانا إبادة إنا أينا مبيلي أينا كوانزا نبانا سانا إنا يكوسانيا ميلانغو يوتي يا خيري كما فيلي كوفانيا كازي كوتافيتا ريزيكي ya kutafuta riziki maadili mema ukuili katika mazungumzo usamihivu kwa mwenye kukusia kufanya mazuri kwa watu kuwahudumia familia na mingine katika matendo mema ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala anasema la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. هكون خير ينجي كاتيكا ما انجزينو اسبكواني كوامني كوامريشا وتواجي وصداكا او ميما او كوفانيا مامبو مازيرو كواباتو نموني كوفانيا هايو كوكوتيجميا رزا ميزومونغو بس تو تامبا مليبو مكوبوا. بيم تمويتو محمد صلى الله عليه وسلم انا سيما كل سلامة من الناس عليه صدقه. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة. أنتم من يميل مزوري من جنم وينو أنا صدقة kwa katika kila siku inayochimuzwa na jua kufanya uadilifu kati ya watu wawili ni sadaka. Mtu kusaidiwa kwa mnyama wake akambiba au kumbibia vitu vyake ni sadaka. Neno zuri ni sadaka. Kila hatua anayoikata kuilikia kwenye ibada ya sala ni sadaka. Kuondoa adha na kiru njiani ni sadaka. Kama vile kujenga ardhi kupitia kazi za kilimo, uzalishaji wa viwanda, kufanya kazi kwa umahiri makubwa inayobilikia mafanikio na faida kwa jamii nzima na ambayo ni sadaka ya ustawi wa nchi na maendeleo yake, ni miongoni mwa ibada ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtukufu anazipenda sana. Nazo nizini kutakiwa sana na Mola mtukufu ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Yeye ndiye alikuwekeni nyinyi kwenye ardhi na kuwajengeni humo.
نعم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أنسيما أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. أنتم مني كوبين دواسانا مني زمونغو نيول مني مانوفا زايد كواتو نا متندو إني كوبين دوازايد كومن زمونغو متكوفو نفوراها كوينجية كومو إسلامو وكومن دوليا متتيزو أو كوم ليبا ديني أو كومن دوليا جا أو كوي إنديليا ما هيتاجي أو كوي إنديا ما هيتاجي يندوغو يانغو نجامبو نليلو بندالو سانا كوليكو كوكا إتكاف دان يمسكيتي هو ومزمزيمة ومانا يمسكيتي ومدينة نا مويني كوم تاتوليا تاتيزو ندوغو ياكي بس من زمونغو أتزي سبيتيشا نيايو زاكي سيكو يكو أندوكا نيايو مانا يبيليا إبادة نمانا مالومو إنايو كسانيا كتكليزا ألامة زو إسلامو كتكليزا صلاة فونغا هجا نا زكا نا هجا أمبابو من زمونغو متكوفو سبحانه وتعالى أنا سيما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تكليزيني إبادة ذا صالة نصالة يا كاتيكاتي نسيماميني كواجيليا من زمونغو كوانيني كيفو. بيا من زمونغو متكوفو أنا سيما بيا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن يمليوا أميني. mumilazimishiwa kutekeleza ibada ya funga kama walivyolazimishiwa ambao wametangulia ili mbati kumcha Mungu. Pia Mola mtukufu anasema wa aqimu ssalata wa atu zakata wa ma taf'a wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Na endelezeni ibada ya sala na mtoi zaka na kile mnacho kitanguliza katika mambo ya khairi basi mtakikuta kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema tena subhanahu wa ta'ala walillahi 'ala an-nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Na amri ya Mwenyezi Mungu kwa watu ni kutekeleza ibada ya hija kwa mwenye uwezo na mwenye kubinga, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitushiliza kwa viombe. Ninasema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu msamaha kwa ajili yangu na yenu. Alhamdulillah Rabbil Alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Ndugu zangu wa Islamu, katika hutuba yetu ya pili tutazungumza juu ya tabia njema ni dalili ya kuitambua dini yetu vizuri. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa wali Mungu wote. Na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu biki yake hana mshirika. Na ninashuhudia kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad ni mja na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ewe Mwenyezi Mungu usali na usalimu na ubariki juu yake, familia, masahaba zake na kila atakaye wafuata kwa wima mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wa Islamu, tunasisitiza kwamba mtu aliisawa ni mwenye kufanya uyano kati ya utekelezaji wa amri za Mwenyezi Mungu mtukufu miongoni mwa ibada za sala, funga, zaka na hija. Kwa mwini na hija kumini uwezo wa kuilikia ibada hiyo. Na kati ya kazi za kuujenga ulimwengu ni kujibamba na maadili mema, Pia tunasisitiza kwamba ibada kwa maana yake maalumu haileti mafanikio yake isipokuwa endapo ikiathirisha katika maadili na tabia za mwanadamu, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema inna ssalata tanha anil fahsha'i wal munkar. Hakika ibada ya sala hukataza maovu na machafu. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama anasema
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. سيكو أمبايو مجوينو أمي فونغا بس أسي أنجي منينو متشافو إكيوا أتتوكانوا نيويوتي أو كومبيغا بس ناسيمي ميمي نيمفونغا بيمتومي صلى الله عليه وسلم أن أنسيما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكيكا يانغو نميليتوا إلي كوكامليشا ما أدين ميما بس يمتو ألينا تبين جيما ما أدين ميما زايدي كتوكا كواكو بس يمتو هويو أمي إليوا نأمي إفهامو صحيح يديني زايدي كتوكا كواكو. إيو منزو مونغو توزيشي كوكوتاجا ويوي نا كوكوشكورو بموجا نا كوتكيليزا فييما إبادة زاكو. إيو منزو مونغو تونكوومبا أوليندي نتشيتو بموجة نانتشيوتي يكي إسلامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.